تحتوي أشعة الشمس على الكثير من الطاقة أو الحزم الضوئية، منها ما يسمى بالفوتونات. تنطلق أشعة الشمس محملة بالفوتونات والمكونات الأخرى باتجاه الأرض لتلبية احتياجات هذا الكوكب من الطاقة. وعلى الأرض يستقبل الإنسان هذه الأشعة بالكثير من الوسائل للاستفادة منها في العديد من مجالات الحياة، لا سيما تلك المجالات المتعلقة بالطاقة وتوفيرها. فمن أهم أوجه استخدامات الطاقة الشمسية تحويلها إلى طاقة كهربائية عن طريق الألواح الشمسية التي تتكون من العديد من الخلايا الكهروضوئية. فيا ترى ما هي الخلية الكهروضوئية وكيف تعمل؟ تعرف الخلايا الفولت ضوئية فولتوفولتيك سيلز بأنها أداة إلكترونية مصنوعة من أشباه الموصلات يتشكل عبرها فرق في الجهد عند تعرضها للضوء، ويتولد عنها تيار كهربائي ترتبط قيمته بمعامل امتصاصها للضوء. وعند توصيل حمل كهربائي ما، مصابيح إنارة مثلا، بين طرفيها يتكون تيار الكهروضوئي المار، وبالتالي تستطيع الطاقة الكهربائية الناتجة تشغيل المصباح. تتكون الألواح الشمسية من العديد من الخلايا الكهروضوئية، وتتكون الخلية الكهروضوئية من العديد من الطبقات، أهمها الطبقتان الرئيسيتان ويرمز لهما بالرمزين PN، حيث N تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الإلكترونات هي الغالبة المادة الإلكترونية، وبي تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الفجوات الثقوب هي الغالبة المادة الثقبية. ويدعى سطح الالتماس بين N وP بمنطقة الملتقى الرئيسية العبور لحاملات الشحنة الإلكترونية السالبة والثقوب الموجبة. وعادة تضاف إلى السطح الأمامي الماس للخلية طبقة شفافة للضوء، وذلك لزيادة شدة امتصاص الضوء. بعدها تضاف إلى سطحي الخلية الأمامي والخلفي طبقة معدنية الألمنيوم مثلا لتشكيل أقطاب الخلية الكهروضوئية. ويراعى عند إضافة الطبقة المعدنية إلى سطح الخلية الأمامي عناية خاصة بحيث لا تحجب الضوء، وهي تشكل مساحة لا تتجاوز 5% من سطح الخلية، في حين يغطى السطح الخلفي للخلية كاملا بالطبقة المعدنية. يتم توصيل طرفي الخلية بحمل كهربائي مصباح مثلا للاستفادة من التيار الكهروضوئي الناتج عن الخلية. ويمكن تفسير آلية عمل الخلية فيزيائيا كما يلي: عند امتصاص كمية كافية من فوتونات الضوء أو الإشعاع الشمسي، تتحرر بعض إلكترونات وثقوب الشبكة البلورية من مادة السيليكون، ويرافق ذلك تغير في الطاقة الحركية الداخلية لها. وعند اقترابها من الملتقى الإلكتروني الثقبي منطقة العبور، فإن الأزواج الإلكترونية المكونة من إلكترون وثقب تتجه بشكل جماعي حسب شحنتها إلى الطرف المناسب في الخلية N أو P بالترتيب، وبذلك تستطيع عبور المجال الكهربائي الداخلي فرق الجهد، وينتج عن ذلك تدفق تيار كهروضوئي يمثل حاصل ضرب قيمة فرق الجهد الفولت في التيار الأمبير الناتج عن الخلية الطاقة الكهربائية المفيدة، والتي تقاس بوحدة الوات. أما كفاءة الخلية الكهروضوئية فتمثل النسبة المئوية لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء مباشرة، وترتبط قيمتها بالخصائص الفيزيائية والإلكترونية للخلية. علاقة التيار بالجهد لخلية كهروضوئية: نلاحظ في هذا الشكل أن العلاقة بين شدة التيار والجهد الكهربائي عند ثبات درجة الحرارة 25 درجة مئوية وثبات مساحة الخلية. فعلى سبيل المثال نجد أن شدة التيار تساوي 40 ملي أمبير عندما يكون فرق الجهد سالب 2/10 فولت، وتقل قيمة التيار إلى أدنى حد عند جهد 7/10 فولت.